أنا حسن النمر أحرف واحد في العزبة. السلام عليكم. بدايتي مع كرة القدم وأنا طفل صغير زي أي طفل صغير بياخد الكورة وينزل يلعب في الشارع، وأبوه بقى يقول له ما تلعبش كورة ذاكر، وكان والدي الله يرحمه رافض موضوع الكورة، وأنا بقى كنت بحب الكورة. وفكرت بقى إن أنا أستغل الموهبة دي، لأن الناس كلها كانت تقول اللي حريف واللي معجون كورة واللي ساحر، إيه الولد الصغير ده الغريب. فأنا بدأت أشوف كلام الناس شجعني أكتر، بقيت ألعب كورة بطريقة جنونية لدرجة إن كنت ألعب كورة في الشوارع مع أصحابي من 8 الصبح ل 8 المغرب. وبعد كده بدأت بقى ناس تقول في فرص في نادي التوفيقية، وفي فرص في نادي الترسانة، وفي فرص في نادي النصر. فروحنا نادي النصر، كان عندي تقريبا في 6 ابتدائي. عملنا شوية اختبارات مع الناس، وبعد كده جت الفرص إلى إن إحنا ممكن يكون لنا يعني يكون لي حظ إن أنا أبقى لاعب في نادي النصر وأنا صغير، ولكن ما امكنتش الظروف، وكان ممكن يبقى وضعي غير اللي انا بقيت 53 سنه وما حلفنيش الحظ. وبلعب الاقي مركز شباب مفتوح، اخش استاذن من الراجل بتاع الامن السكيورتي واخش مع اللعيبه بعد اذنكم يا اولاد. طبعا انا زي ابوهم راجل كبير دقني بيضه، استسمحه في 5 دقائق، فيقولوا لي اتفضل يا حاج العب. يلاقوا لعبي بقى كويس يقولوا لي لا كمل معانا الماتش. بحبها بطبيعه الحال، العبها مع اي حد، مفيش حاجة اسمها سن، أنا بلعب مع أولاد صغيرين من دور أولاد، من دور أولاد وأصغر من أولاد، تقسيمة خماسية برضه ألعب معاهم، ألعب مع الكبير، ألعب مع أبو دقن، ألعب مع الستين، ألعب مع الكبار، مع الصغار، بنلعب كورة مع أي حد. طبعا انا زعلان جدا ان ما حلفنيش الحظ ان انا العب في نادي. انا هنا بيقولوا لي يا حريف، في ناس هنا كنت العب الماتش اقسم بالله وهم قاعدين بره كده بيشبه بيقوموا يتجننوا، وكبار في السن، هتجننا يا لعيب يا حريف يا موهوب يا حبيبي، حاجات كده كانت بتحصل. طبعا انا اسمع كده والحاله تجيلي. الاهالي اولياء الامور شايفين في الولد ابنهم ان هو هم شايفين او سالوا المدرب او قدروا يعرفوا ان الولد ده عنده موهبه، يثقلها له ويزودوها له ويساعدوه عليها ويدوا له فرصته، ما يظلمهوش. وهفضل العب كوره لغايه اخر يوم في عمري.